التقى في مستهل زيارته لمدريد ملك إسبانيا فيليب السادس في إطار الصداقة التاريخية بين مصر وإسبانيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا محل الاهتمام المشترك. وهو المؤتمر الصحفي الذي نتابعه الآن والذي يجمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإسباني خوسيه مانويل، والذي يأتي تأكيدا على العلاقات القوية والمتميزة التي تربط البلدين مصر وإسبانيا في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، وأيضا أن هناك توافق كبير للرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية المختلفة. تأتي زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إسبانيا لمتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز إلى القاهرة في ديسمبر الماضي، والعمل على زيادة التعاون الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بجذب الكثير والعديد من الاستثمارات الإسبانية إلى مصر. كما تتناول الزيارة استضافة ورئاسة مصر للدورة 27، ونتابع الآن معكم وقاع هذا المؤتمر الصحفي. Quiero felicitarle después de la primera reunión que hemos celebrado por los éxitos de la Unión por el Mediterráneo. Fue muy importante volver, contar con la oportunidad de un diálogo extenso para poder ahondar nuestros lazos bilaterales y relaciones bilaterales. Como señal de que Egipto tiene una voluntad política innegable para aprovechar las relaciones históricas entre ambos países y como reconocimiento de nuestras similitudes como países mediterráneos y los lazos tan estrechos que siempre han caracterizado las relaciones entre ambos pueblos. Creo que el impulso de estas relaciones ha quedado reforzadas por la visita del presidente Sisi. إذن كما نتابع معكم مشاهدينا الكرام من قلب مدينة مدريد الإسبانية، حيث وقائع المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألبارس. كانت هذه الزيارة الهامة لوزير الخارجية سامح شكري إلى إسبانيا، والتي تأتي تأكيدا على عمق الروابط وعمق العلاقات الوطيدة والوثيقة والقوية التي تجمع البلدين مصر وإسبانيا، وتأكيدا على العمل بشكل جاد على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المختلفة وعلى كافة الأصعدة والمستويات السياسية، وبخاصة أيضا الاقتصادية والتبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات بين البلدين. أيضا هناك تأكيد قوي على حجم التوافق والتقارب في المواقف وفي وجهات النظر المختلفة حيال القضايا محل الاهتمام المشترك، وأن هذا التقارب ربما يساهم بشكل أو بآخر في احتواء وفي استيعاب أزمات عدة على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، وأنه بالتكاتف ربما المصري الإسباني وبتقديم رؤى موحدة مشتركة بين الجانبين يمكن المساهمة في حل الكثير والعديد من الأزمات المختلفة.
أيضا هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية المصرية سامح شكري إلى إسبانيا هي بتعقب بطبيعة الأحوال الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر الماضي. ومتابعة ينضم إلينا الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشؤون الأوروبية. أستاذ بهاء، يعني بعد التحية، في أي سياق وفي أي إطار تضع أهمية هذه الزيارة لوزير الخارجية سامح شكري إلى مدريد؟ إسبانيا تعد من الدول الخمسة الكبار في الاتحاد الأوروبي، وهي دولة لها علاقات ممتازة بالشرق المتوسط وخاصة يعني دول المغرب العربي، وهناك أزمة انعكاسا للحرب الأوكرانية تجعل الدول المتوسط خاصة دول الجنوب المتوسط مثل إسبانيا وإيطاليا وهذه الدول لديها احتياج لتفعيل علاقاتها مع الدول الشرق المتوسط خاصة مصر، لأن هناك حاجة لبحث العلاقات الاقتصادية في المقام الأول، ومن بينها مسألة تفعيل ايجاد بدائل للغاز الروسي. من ضمن الدول المرشحه بقوه ان تحتل مكانه مهمه هي مصر، وبالتالي الاداره المصريه تعلم ذلك جدا، تعلم اهميه سواء العلاقات مع اسبانيا او العلاقات مع الاتحاد الاوروبي في هذه الاونه، فاعتقادي انه زياره موفقه وزياره مهمه من قبل وزير الخارجيه المصري، لانه انعكاس ليس فقط ادراك لاهميه مصر واهميه العلاقه المصريه بقدر ما هو يعني استكمال التواصل الذي تم في المره السابقه بزياره رئيس الوزراء الاسباني لمصر. نعم، هذه الزيارة أيضا تتناول استضافة ورئاسة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، كيف تتابع هذه الجزئية أيضا أستاذ بهاء؟ مصر يعني وضعت خريطة تغير المناخ، وضعت عملية أن يكون لها آليات وسبل في مكافحة تغير المناخ مسألة ضرورية، وهناك أجندة بالنسبة لمصر، وبالتالي كان هناك يعني إلى حد ما خريطة واضحة من قبل مصر. مصر سوف تعقد قريبا في شرم الشيخ مؤتمر، وهذا المؤتمر بدأ التحضير له مباشرة، وكانوا على رأس الدبلوماسية المصرية يذهب وزير الخارجية المصري لبحث هذا المؤتمر وتعريف، يعني إن لم يكن أحد يعرف بطبيعة الحال ما هي الإجراءات المصرية التي بذلت، ما هي الجهود التي تمت، رؤية مصر في هذا الملف، كيف تستضيف مصر المؤتمر، وكلها مسائل إلى حد ما يعني تفعل الرؤية الكاملة لمصر والرؤية الشاملة لهذا الملف، لأنه ملف حيوي وملف يعني يتضح للعالم كله الآن مدى خطورته في ظل يعني الحاجة لوجود بدائل للغاز عموما ووجود بدائل لموارد الطاقة الغير متجددة مثل الفحم وغيره. كل هذه المسائل تصب في مسألة واحدة، مسألة تغير المناخ. القمة قريبة جدا، وبالتالي يجب أن يكون هناك تنسيق مبكر لمناقشة القضايا ومسألة الدول التي سوف تضيفها مصر، الأجندة الواضحة لهذه المسألة. أنا أعتقد أنه وجود رأس دبلوماسية خطوة مهمة، فلم الدعوة عندما تأتي من وزير الخارجية بخلاف من تكون من مسؤول أقل منه، وهو يعني يعكس أهمية إدراك مصر لخطورة تغير المناخ، وأهمية أن تذهب مصر بنفسها على رئيس خارجيتها لدولة كبيرة مثل أسبانيا. هي حرفيا الآن بعد خروج بريطانيا تعتبر من الدول الأربعة الكبار داخل الاتحاد الأوروبي ومع ألمانيا وفرنسا، وأسبانيا تحديدا ليست لديها أزمة في علاقتها مع مصر من سنوات، لا يوجد أي شيء يعني ملف شائك بخلاف الدول الأخرى لدينا معها ملفات شائكة، وبالتالي مصر إلى حد ما أيضا هناك تقارب في وجهة النظر في معظم القضايا تقريبا. ومن المهم أن تزداد العلاقات في الفترة القادمة لمصلحة البلدين. صحيح. طب فيما يتعلق بمصلحة البلدين، ربما كما ذكرنا أن العلاقات المصرية الإسبانية وكما يعلم الجميع هي علاقات قوية، علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية بطبيعة الأحوال، كيف للجانبين أن يقوموا بالبناء على يعني هذه الجذور العميقة والمتينة في طبيعة وشكل العلاقات بين البلدين في بناء مستقبل أفضل على المستوى الدبلوماسي والسياسي وأيضا على المستوى الاقتصادي والتجاري والثقافي بطبيعة الأحوال؟
الثقافة على مستوى الثقافة الأسبانية، نحن نعلم إنه أسبانيا كانت جزء من الحضارة الإسلامية وكانت جزء من الحضارة العربية، وبالتالي لدينا معهم حضارة مشتركة. ما زالت في مدن كثيرة من أسبانيا بنفس أساميها العربية، في غرناطة وإشبيلية وبلد الوليد وكل هذه الدول. حتى الجمهور المصري يعني لديه جزء من الحنين لهذه المناطق، وإن حتى في الجزء الخاص بكرة القدم الجمهور المصري متابع جدا لأسبانيا. ده على المستوى الثقافي. على المستوى السياسي، مسألة أن يكون هناك وجهات نظر قوية ومتقاربة ومتفاهمة مع الدول الكبار في أوروبا هو بمثابة ظهير قوي لمصر، لأنه الدول لا تخطط لمستقبلها بدون وجود حلفاء أو بدون وجهات نظر متقاربة مع الدول الكبرى. حتى في القرارات السياسية الخاصة بالمستقبل، عندما تصوت لصوت الاتحاد الأوروبي لا تصوت دوله تجاه أي طرف آخر، سواء بالسلب أو الإيجاب، إلا وفق حدود علاقتها ووفق مصالحها. فبالتالي عندما نكون على علاقات قوية بأسبانيا وفرنسا وألمانيا وكذلك ايطاليا، اذا لن نخشى من اي مستقبل بعد ذلك مع علاقتنا مع الاتحاد الاوروبي. على المستوى الاقتصادي، اسبانيا الى حد ما تتعافى اقتصاديا بعد 2008 الازمه الماليه، ثم التعافى من كورونا، وهناك الى حد ما في بدايه جيده لاسبانيا ان تعود بمثابه دوله قويه اقتصاديا. التعويل في هذه المساله خاص باقامه مشاريع مشتركه تتخطى مساله الغاز. اوروبا تحتاج الغاز، اسبانيا تحتاج الغاز. هناك بحث مشترك داخل المنطقه حاليا يدور حول فكره ما هي الدول التي يمكن ان تمد اوروبا بخطوط غاز تخرج من اراضيها الى الدول اللي داخل. هناك ازمات ما بين المغرب والجزائر والجانب النيجيري في هذه المساله. هناك ازمه في خطوط غاز توقفت حاليا، وبالتالي الدول المؤهلة فعلا أن تمد خطوط غاز دون أي أزمة هي مصر. وبالتالي في اعتقادي لو هناك فرصة لهذه المسألة سوف يكون أمر مهم. مسائل الاستثمار، أسبانيا ترحب بالاستثمار، وعلى الجانب المقابل أيضا مصر دولة مفتوحة في هذه مسألة الاستثمار. فمن الممكن استغلال هذه الشراكات في إقامة أكبر قدر من الاستثمار بما يعود لمصر على استفادة من الخبرة الأوروبية، وبما يعود على أسبانيا من وجود منطقة جلب استثمار تمتلك كل الموارد تقريبا. تقريبا مصر إلى حد ما لديها كل الموارد، بدءا من العمالة الجيدة نهاية بالموارد الطبيعية وكذلك البيئة المهيئة من البيئة الطبيعية وغير ذلك. إذا أستاذ بهاء، هذه الزيارة من قبل وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى إسبانيا أيضا جاءت لمتابعة نتائج زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى القاهرة في ديسمبر الماضي. إلى أي مدى ترى هذه الحالة ربما التي وصفها البعض من المراقبين والمحللين والمتابعين، حالة الحراك والتواصل والتفاعل الدائم والمستمر وانعكاساته على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين؟ الانعكاس نابع من ان طالما كان هناك تواصل دائم وهناك زيارات متبادلة وهناك علاقات تتم على رأس الدولة من قبل رئيس الجمهورية لدينا ومن رئيس الوزراء لديهم وكذلك وزارة الخارجية، يعني ان العلاقات تسير في اقوى مراحلها. لانه إذ لم يكن رئيس الدولة عندهم أو عندنا هم من يقوم بتوثيق العلاقات، فلن يكون هناك علاقات بأكثر من ذلك. من جانب آخر، إنه جيوشيت المنطقة تحتم على أسبانيا البحث عن شركاء حقيقيين في المنطقة ليست لديها أزمة جغرافية معهم. جزء من أزمة أسبانيا في المنطقة خاصة بمسائل الغاز، جزء من أزمة أسبانيا مسائل الهجرة غير الشرعية وارتباط حدودها البحرية مع دول لديها أزمة مع في هذه المسألة. في المقابل، مصر ليست لديه أزمة في الهجرة غير الشرعية مع أسبانيا. ليست هناك مسألة سياسية مختلفين عليها. ليست هناك أي أزمة في مسألة أن يكون مصر تمد الغاز لأوروبا. ليست هناك أزمة مع أسبانيا في اختلاف وجهات النظر. وبالتالي كل هذه المعطيات تقول أنه استمرار العلاقات أمر طبيعي جدا وأمر جيد وأمر يدعو إلى بحث أكثر الملفات تفاعلا بين الطرفين. وانعكاس هذا سوف يبدو قريبا في اعتقادي في وجود مشروعات بصوره اكبر، مشروعات تعود على مصر بتشغيل عماله باستثمارات بعمله اجنبيه، تعود بمصر على مكانه اكثر في الاتحاد الاوروبي. لانه تقريبا سوف نكون امتلكنا حصص
يعني مع الدول الكبرى، مع الدول الأربع الكبار تقريبا. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ بهاء محمود الباحث في الشأن الأوروبي، وكما تابعنا انتهاء بالفعل فعاليات المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإسباني خوسيه مانيوال، والذي جاء تأكيدا على عمق ومتانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين مصر وإسبانيا في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية والثقافية. وتأتي هذه الزيارة لمتابعة نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى القاهرة في ديسمبر الماضي وما تم التوصل إليه، وهذا يأتي تأكيدا على حجم التواصل والتفاعل والحراك الشديد بين البلدين، ومدى التوافق أيضا في الرؤى وفي الأفكار وفي المواقف وفي وجهات النظر المختلفة للكثير والعديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.